عارفه شغلي، ما بعرف ليه اتعلقت فيكي هالقد. قولك الغربة لا، قولي انه انت ما بتشبهي ولا بنت من كل البنات اللي عرفت عليهم بحياتي. كان بنت مخبرة هالخبرية. لا عندك شك فيه؟ شو صرت عندي شك؟ العلاقات اللي بتصير بسرعة بتخوفني. وأنا شو بأكد لهالشي؟ عم بتشك فيي؟ ريما أنا بشك بحالي. كتير منيح ركين، برافو، خليك لحالك. ليش ما عم تفهميني؟ ما بحب مزرات ولا أنوار أبداً. بحس إنه فيني أكله قد ما بيقهرني. حياتي أنا كمان بحب نظراته وصرت مفسرت له مليون مرة، بس هيدا ما بيبرر إنك هيك تبخانة قدام الناس وتهيني وتفش خلقك فيي. لا لا، أنا ما بسمح لنفسي هينيك. أنا وياك صرنا شخص واحد وعقل واحد وتفكير واحد. لا ريما، أنا بحبك. اللي بيحب التاني مش هيك بيتصرف معه. هادي أنت ما تركت لي مجال دافع عن حالي، ليك ما تركت لي مجال قل لهم باي لأهلي. كيف بدي برر لهم ردة فعلك العنيفة؟ شو بدي اقول لهم؟ ما تلوميني، ما تلوميني. قلت لك أنا بحبك وما بحب حدا يشاركني فيك. حتى أولادنا ما راح يحبوا يشاركوني فيك. بليز تركني لحالي هادي. شو تركني لحالي؟ عم بقول لك تركني لحالي. طلك لحالك. تأخرت كتير هالمرة يا صبي. هل قد أعصابك تعبانة حتى نقزت هيك؟ كيف العروس؟ شو؟ عالسريع اكتشفت انها ما بتفرق عن غيرها، مشان هيك ما بدك ترد عليها؟ مش يمكن ما بدي احكي قدامك؟ اذا بدك بسدي ناي. ما جاوبتنا على سؤالي، ما بتفرق عن غيرها، ما هيك؟ تأكدت هلا انه كل جنس حوا مثل بعضه؟ انا مش ناطر هلا تتأكد. أنت زرعت لي هالفكرة من أنا وصغير، ولا لا؟ كل شيء كان واضح قدام عيونك جدي. فينا ما نحكي بالموضوع؟ ماشي. ما خبرتني كيف العروس؟ ما في شيء خبرك إيه؟ إيه بس وجهك بيقول غير هيك. مش هيدا وجه هادي اللي بعرفه. بيظهر عن جد أعصابك تعبانة. على كل حال إذا رجعت تلفنت ورديت عليها إلا جدي بسلم عليكي وبقلك مبروك.
تأكدت انه غرقان بالنوم ما كنت جيت لعندك. ريما؟ ريما منيحة. أنا وياها بنحب بعضنا كثير. بس أنت بتعرفي ليش طبعي عصبي وشكيك وغيور؟ هلا عم جرب اتغير بس هي ما بتعرف ليش طبعي هيك. نتخانق معظم الأحيان. لا 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 قصدي منتشارة يعني بس أنا عم بتغير. يعني من وراها عم بتغير. ماما ما تعتلي عنا أنا بس هيك عم خبري. اللي بدي خبرك إيه هو موضوع تاني. ندى رجعت. روقي روقي ما في شيء روقي. وحياتك رح أرجع سفرها لأنه أنا مش راضي إنه هي هون أكتر مني مش راضي. ما تعتلي عنا. وينك هادي؟ تلفنت لك امبارح ما رديت، توقعت منك تبعت لي مساج او واتساب تطمني وينك. مش مهم. كيف يعني مش مهم؟ امبارح منك مسرب على البيت وبتقلي مش مهم؟ اوكي ناطرتك. باي. بونجور. بونجور. وينو هادي؟ مين حضرتك؟ هو سألتك مين حضرتك؟ انت اللي مين حضرتك؟ جاي على نص بيت تقلي تسأليني مين حضرتك؟ نص بيتك؟ ايه نص بيتي. تفضلي قولي لي مين انت وشو بدك.